هو في خانة بيضاء أو خانة حمراء بالضبط؟ هو اللي تحت. صلاح الدين محمد رافض مدير التعليم الإعدادي شمال الجيزة وعلى المعاش وعندي 87 سنة. 87 سنة؟ اه. وما بشوفش وعامل قلب مفتوح. ربنا الحمد لله انا عايش. قول لنا بس حضرتك مشاركة حضرتك النهاردة، حضرتك ليه جاي النهاردة؟ جاي عشان انتخب حق وطني. حاجات في صالح الوطن. يعني اللي اتعمل في سنة ولا سنتين ما اتعملش من 50 سنة. تقول ايه للشباب اللي مش قادرين ينزلوا او لا دول بقى شباب مزقوق تمام يعني من بعضهم خونه